ترجع لي الصنف تاني يا كهداء. صنف؟ ده انا يا فؤاد يا حبيبي، انت جيت تفوقني. بعدين يا حبيبي انا عندي فلوس الحمد لله تكفيني وتكفي ولادي وولادهم كمان. ربنا يزيدك يا حبيبتي. عايزني يا حبيبي طول ما انت معايا يا فؤاد. اصل انا بصراحه كده حسيت وانت بتتكلمي مع ابو سليم ده ان انت فكرت يعني. اخس عليك، بفكر تبقى من بقك يا فؤاد. والله ابدا، بس انا انت عارف ما بحبش اكسب حد، ولازم تاخد الناس على قد عقولها يعني. وبعدين يا حبيبي اللي مش هتحتاج لوش النهارده هتحتاج لقفابك. المهم ناويه تعملي ايه مع البنات؟ هعمل لهم اجتماع واقول لهم ان انا اتجوزت، اتجوزت اللي بحبه. مش كفايه ابوهم جاب لي الدره في الفيلا وموتني نقص عمر وانا على وش الدنيا؟ ما تفكرنيش بقى يا كيداهم. ياه، واحنا نعيش مع اللي اسمها صافيه دي في بيت واحد؟ وانت مالك ومال صافيه؟ لا ابدا، اصل انا بصراحه يعني ما بستريح لهاش كده، كنا عايزين نعيش لوحدنا يعني براحتنا. نعم، تعيش براحة راحتك يا حبيبي. على رأي المثل البيت بتابونا ويجي الغرب يطردونا. لا يا فوقش يا حبيبي، براحة راحتك، دي فلوسي وشقايا طول السنين اللي فاتت دي. اياك تفتح بقها وانا امسح بيها بلاط الفيلا كله. أيها السادة الفضيلة، طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 801 ونتجه إلى فيينا. نور بلدي. يلا يا نونو. وبعدين يا شريف، مش عارفين نقبض على الناس دول؟ اعمل ايه يعني؟ احط لهم هريم في العربيه والبسهم قضيه؟ ده انا بعد ما جات لي اخبار ان كيداهم راحت لابو سليم قلت خلاص القضيه دي بتستوي صح على نار هاديه. وزي ما قلت لسعادتك، فتشنا الشنط بتاعتهم في المطار تفتيش دقيق جدا. يمكن ابو سليم هو اللي هيجيب المخدرات زي كل مره؟ جايز يا فندم، بس انا قلت ان فؤاد زعتر ده وجه جديد في المطار، وكنت فاكر ان كيداهم اكيد هتستغل الموضوع ده. الناس دي حويطه قوي يا شريف. ما تقلقش سعادتك، مسيرهم هيدخلوا المصيده. اه يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ ها ماما رجعت بالسلامه؟ طيب الحمد لله على سلامتها. بصي بقى يا ستي، انا مستني منك تليفون عشان تقولي لي حددتي لي ميعاد امتى اجيلكم. بس والنبي يا شيخ، المره دي مش عايز اعذار، لا خالتي بقى اتجوزت ولا جيراننا اتجوزوا زي كل مره. لا يا حبيبي خلاص، مفيش حد تاني عندنا هيتجوز غير كريمه، يعني خلاص مفيش حد. اه لا، دي ماما بس عزمانا بره كده عايزه تقول لنا على موضوع مهم. اول ما تخلص موضوعها هكلمها على طول في موضوع جواز انا وانت. اه يا حبيبي هرجع لك بالخبر اليقين طبعا، استناني بالليل اول ما ارجع هكلمك. دودو هتوحشني قوي. لا اله الا الله. هيا بقى يا روح قلبي، ايه الموضوع اللي حضرتك عايزنا فيه وعزمتينا عشانه العزومه الحلوه دي؟ ابدا يا حبيبي، انا بس عايزه اقول لكم ان انا اتجوزت. تن 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 تن، اتخرجي طبعا. حلوه قوي يا ماما، وجبتي بقى فستان فرح وابو اللي فيه غني. حلوه رقاصه. خلاص خلصت تهريج، الكلام ده ما فيهوش هزار منك ليها. انا بقول لكم فعلا اتجوزت. ازاي يعني يا ماما تعملي في نفسك كده وتعملي فينا كده؟ الله، انا لسه صغيره وحلوه، خايفه على نفسي من الفتنه. فتنه؟ فتنه ايه يا ماما؟ امال احنا نقول ايه؟ وهنا عليكي بابا تتجوزي بعديه؟ يا حبيبتي اشمعنى انا نور عيني هنت عليك وعليه؟ ده جاب لي الدر عين عينك وحطها لي في نفس البيت اللي انا عايشه فيه، وكان هيموتني نص عمر. على الاقل انا عملت كده ولا اتجوزت بعد ما هو مات الله يرحمه ويفشفش الطوبه اللي تحت راسه؟ وما فكرتيش ليه بقى شكلك هيبقى ايه قدام الناس وشكلنا احنا كمان واحنا عرايس وكبار؟ يا عينيا ليه يا حبيبتي؟ انا مشيت في البطل؟ عملت حاجة غلط ولا حرام؟ أنا اتجوزت على سنة الله ورسوله، ما أنتوا كمان هتتجوزوا وهتسيبوا لي البيت وأقعد فيه بطولي، إيه اللي أنا عملته غلط؟ هقول أنا إيه بس يا ربي الحليم؟ وهقول لجوزي إيه بس يا ناس؟ يا أختي تخيبي ما تتمرقيش قوي كده، حليمه محسساني إنك متجوزة عبد الحليم حافظ، ده جوز شراب جوزك ده، يا أختي تخيبي عليك وعليه. معلش بقى يا ماما، الجوازة دي لا يمكن تستمر. بقول لك إيه يا حبيبتي أنتِ وهي وهي. انا ما جبتكوش عشان اخد رايكم، انا بس جبتكم عشان اقول لكم ان اتجوزت عشان لما اخش ايدي في ايده في الفيلا ما
ما تتفاجئوش. يا نهار اسود، انت هتجيبي تعيشي معنا في نفس البيت؟ امال ايه يا حبيبتي، هجوزه بالمراسله ولا هجوزه بالمراسله؟ ومين ده بقى يا ماما ان شاء الله اللي انت اتجوزتيه؟ ان شاء الله لما يخش في ايدي هتشوفوه وتعرفوه هو مين. بتهيألي اتكلمنا كتير قوي في الموضوع ده، ما يستحقش اكتر من كلمتين وبس. يلا تتعشوا ايه، خلصوا. لو على ايه، شكرا قوي على العزومه. ابقي كلمي بقى فؤاد المهندس بتاع كلمتين وبس ده، خليه هو اللي يتعشى معاكي. كل انت بقى يا ماما بالهنا والشفا. ما تقوموا مستنيين ايه؟ ما احنا قايمين. يلا ان شاء الله ما تعشيتوا، طالعين فار زي اللي جابكوا. يلا مالكوش في الطيب نصيب، اكل انا يا متر. متر امور حضرتك. من فضلك جيب لي سيرفيس سمون في مي، وعايزه 2 سيرفيس جمبري. مالك يا حبيبتي قاعده كده ليه؟ ومالك شايله هم الدنيا ليه فوق دماغك؟ مفيش حاجه مستاهله ولا حاجه يا صافية. اديكي شايفه اللي انا فيه ده، حتى ولا هنا عليه اتصل بيا بالتليفون يطمن عليا، حتى ام طنط سهام ولا فكرت تسال عليا بتليفون صغير. يرضيكي كده يا صافية؟ قلبك ابيض يا طيبه، من دي يا حبيبتي اللي هتتصل بيكي علشان تطمن. امه، طب ده هي يا اختي اللي مقويه عليك، هي اللي عماله تديله في حقن وفي اسفين. قال على راي المثل، سالوا جح قالوا له حماتك بتحبك، قال لهم ليه، هي كانت اتجننت. مساء الخير. استنى. ايه يا بنات، ماله، في ايه؟ ماما. ايه ماتت؟ ماما اتجوزت يا عمته. خلاص والجنيل، انت بتقولي ايه؟ اتجوزت الوليه دي؟ اكيد اتجننت. اتجوزت مين؟ اتجوزت يا عمته، اتجوزت وخلاص. وعرفتوا ازاي انها اتجوزت؟ تخيلي يا صافيه، ان هي اللي جمعتنا وقالت لنا انها اتجوزت. طب ليه ما قالتلكوش اتجوزت مين؟ بتقول انها هتجيبه بكره من ايده وتيجي بيه هنا الفيلا عشان تعرفنا بشخصيته المبجله. بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه، وهي ان شاء الله بقى لما يتجيبه يعيش معانا هنا. كمان عارفه ام كياده وعايزه تفرسني. تخيلي يا صافيه، بس المره دي بقى يا حبيبتي مش هتفرسك انتي لوحدك، هتفرسنا كلنا كده معاكي. يا عينها يا جبايرها، الله يرحمك يا حنفي يا اخويا. الف ورحمه ونور تنزل عليه يا عمته. انا مش متخيله ابدا ان حد ممكن ياخد مكان بابا. وانا ابتسام مش مصدقه اصلا، انا بفكر اسيب لها البيت وامشي. تسيبي البيت ايه يا هبله، ده بيتك وبيت اخواتك. انا عايزاكوا تعقلوا كده وتهدوا عشان نعرف نفكر كويس ونشوف هنتصرف ازاي. الا قولي لي يا ابتسام، انت قلتي لجوزك؟ ما قلتلوش حاجه طبعا يا عمته، انا اصلا وشي منه في الارض، مش عارفه حواجهه بس واصرحه باللي امي عملته ده ازاي. وانا كمان بلوتي بلوه سودة. بلوه ايه يا اختي انت كمان؟ اصل يا صافيه في عريس كان جاي يتقدم لي، اروح اقول له ايه بقى؟ ما تجيش عشان ماما اتجوزت؟ وده يا اختي بسلامته ما لقاش غير الظروف دي عشان يجي يطلب ايدك. يا اختي ده باين عليه نحس. يا جماعه يا جماعه اهدوا شويه، ما تدربوكوش الدنيا فوق دماغكم كده. خلاص احنا دلوقتي قدام امر واقع، طنط كيداهم خلاص اتجوزت ومش هنقدر نمنع الجوازه دي. احنا بقى عاوزين نفكر شويه بحكمة وناخد الامور ابسط من كده. ايه رايكم؟ حنان عندها حق، احنا اهم حاجه دلوقتي نعرف اتجوزت مين، وبعدين نعمل اجتماع ونشوف هنتصرف ازاي. ايوه. ازيك انت؟ ايه ما كلمتنيش ليه؟ عمال اكلمك من بدري ما بترديش. قوليلي هنيجي امتى انا وبابا وماما؟ لا اصل يعني مش هينفع تيجوا دلوقتي خالص. اصل بصراحه كده ماما اتجوزت. ايه بتقولي ايه؟ لا العيله دي مستقصداني، هو انا كل ما اجي اقول لك انا هتجوز تقولي لي حد عندكم بيتجوز؟ ايه العيله اللي عماله تتجوز على روحها دي؟ بقول لك ايه، لما يحصل عندكم طلاق بيكلميني عشان انا زهقت. سلام. تفتكروا يا بنات امكم اتجوزت مين؟ قال يا خبر بفلوس دلوقتي يبقى ببلاش. اكيد ماما اتجوزت حد من صحاب بابا. هم صحاب ابوك قبال قوي كده؟ اول ما راجل يموت يتجوزوا مراته؟ لا وانت الصادق، الندالة مش جايه من اصحاب ابوه. اصل يا جماعه ماما خروجاتها محدوده جدا يعني، فاكيد اللي اتجوزته ده من معارفها، تلاقيه حد صاحب فرن ولا محل حلويات من الناس اللي تعرفها.
مش عارفه بس ازاي ماما تهزقنا كده على اخر الزمن. الله، وبعدين يا جماعه احنا مش قلنا لازم نفكر شويه عشان نعرف نتصرف؟ انا متهيألي كده امكوا رسمت على واحد من رجال الاعمال اللي بيتمرنوا في الجيم، ما هي كيدهم ما تقعش الا واقفه. والله يا صافيا جايز. ومالكم مستعجلين قوي كده؟ دلوقتي تيجي وهنشوف. والله يا جماعه انا حاسس ان امكوا اتجوزت حد احنا نعرفه كويس جدا. ليه حليمه بتقول كده يا حبيبي؟ اصلا لو كانت اتجوزت حد ما نعرفوش ما كانت قالت عليه ببساطه، انما طالما خبت يبقى كده احنا نعرفه كويس. ما هي دي حركات امكوا، هي هتجيب حاجه من بره. والله يا صافيا جايز. هلا 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 ويا اختي سمالة، ايه ده قاعدين برده المعلم بونسوار يا بنيكي، اقدم لكم جوزي. تعالي يا حبيبي. السلام عليكم. فؤاد جوزي وحبيبي. يا اختي اتربى في عزك. وماله يا حبيبتي ما يترباش في عز ليه؟ هو انا قرشانه ولا كهنه زيك؟ يا ولاد طالعه من التربه تتهوي وهترجعي تاني. ايش جابني انا ليكي قرشانه؟ على الاقل انا صغيره ولسه بشبابي وبخيري. بصي يا بنت واتفرج عليا انت وهي. في ايه يا حبيبتي؟ انت بتقوي بناتي عليها ولا ايه يا اختي؟ اها وده كلام يتقال؟ ده انت نغه قوي. ومش نغه ليه يا حبيبتي؟ خلاص من زمان اتفطمت يا نون. اخبار البكاري يا معلمه؟ ايه مفيش حاجه جايه في السكه؟ جرايه يا واد. لا بقى هي عيالك ولا ايه؟ اقف عموج يا دوب اتكلم عدل. لازم تعرف انك بتكلم المعلمه كايدام. اوعى تنسى نفسك يا واد يا معفن انت. ما تنسيش نفسي يا معلمه، بس انت بتقول انك في عز شبابك لا مؤاخذه، فانا بقول ايه اللي يمنع يعني؟ اللي يمنع ايه؟ ان اجيب لك عيل يعني؟ عيني هجيب لك تو انتو قصدي دوينتو، هجيب لك توأم ويكونوا صبيان ان شاء الله عشان يشيلوا الليله كلها منا وتنام انت على البلاط. الله طلع لي ما كنت قاعد. تعالى يا روحي، تعالى يا قلبي، حطي الشنطة الناحية التانية. أيوة كده، تعالى يا قلبي. يلا حبيبي. تعالى، اللي عاجبه عاجبه ومش عاجبه يشرب من البحر. معقول يا فؤاد انك تبيع نفسك عشان فلوس؟ معقول اكون اتغشيت فيك للدرجه دي؟ ولا انا اللي عملت فيك كده؟ فاكر اني سبتك عشان الفلوس فعايز تعوض النقص اللي عندك؟ ولا هي اللي لافت عليك زي الحيه؟ هي الست دي ايه؟ ما وراهاش غير انها تقعدني بحسرتي على اعز الناس عندي. مش كفايه اللي عملته في ابويا وامي؟ لا لحد كده وكفايه عليها قوي. المره دي الضربة هتبقى القاضية يا كيداهم. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفت جمال يا عين. الله، ايه يا فوشي؟ مالك قاعد مبوز كده وضارب بوز قدام؟ في ايه؟ مالي ايه بس يا كيداهم؟ ما شفتيش الاستقبال اللي استقبلوه لنا؟ الله، قعدوا يتنوروا علينا. يا اخويا يتنوروا على مين؟ ما انت عارف اخته هتفرح لي ولا المخفيه اللي اسمها صافيا هتفرح لي؟ متغاظين مني من كدير من السعاده اللي انا فيها. والله ما انا عارف بقى، شكلها العيشه في البيت ده كده هتجيب مشاكل. مشاكل ايه بس؟ كف الله الشر يا حبيبي. مشاكل ايه بس يا فوش؟ ايه حبيبي انت بس عشان لسه الجو جديد عليك ولسه داخل البيت، لما تقعد لك كام يوم كده هتاخد على الجو.
واحنا داخلين حرب يا كيداهم. الله، حرب ايه بس يا حبيبي واستنزاف ايه؟ هو حد يقدر يفتح بقه هنا؟ هنا كلمه كلمتي والشوره شورتي، ولازم تعرف حاجه ان انت هنا راجل البيت، يعني سي السيد يا حبيبي. ماشي كده. الصوره دي، الصوره دي بتاعتي يا حبيبي. لا يا حبيبتي، بتاعتك عجباني، اللي جنبها بقى. اللي جنبها ارحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. الله يرحمهم جميعا. الصوره دي تتشال. حاضر يا حبيبي، تتشال اذا كان ربنا شالها من عنده. انا يا كيداه ومش هشيلها، هشيلها يا فوش. ما تزعلش يا حبيبي. تسلمي لي يا قلبي. عبك كده وانت بالاصفر ده، اهو ده بتاع الغيره كلها. خلوهم يموتوا مننا. علي علي الحكايه علي. يا حبيبي يا فوش. أنا مستحيل أقدر أعيش هنا تاني، أنا لازم أصلح فيلتي بأسرع ما يمكن وأمشي من هنا. يا حبيبي يا ابني، أبوك مات وسابنا لوحدة ما تعرفش ربنا، لكن معلش يا كيداهم، الشاطر اللي يضحك في الآخر. إيه يا حبيبي؟ صباح الفل يا روحي، وحشتني. يلا بينا من هنا، احسن هنا خانه قوي، عايزين جو هوا. يلا روح يا حلو صبح، يا حلو طول، يا حلو صبح نهارنا فل. ماما ايه يا حبيبه ماما؟ في ايه؟ كلموني يا ماما في البيت، قالوا لي عبد الرحمن سخن وبيترعش. يا بستي يا لهوي، يا خرابي ليه؟ ايه اللي حصل؟ ده انا عديت عليه الصبح كان زي الفل. اتحسن ولا ايه الواد ده؟ فين ابوه؟ مش عارفه يا ماما، بكلمه على التليفون بس مش عارفه اوصل له. يعني ايه مش عارفه توصلي؟ ويقفل الموبايل، افرضي في حاجه خاطر مش لازم تكلمه. يا اخوانا اهدوا بالراحه بالراحه، مش كده، هما العيال كده عاملين زي الخضار وكلهم بحال. بكره ان شاء الله يبقى زي الفل، ما تقلقيش. طب يلا اتفضلي، يلا روحوا للبيت ناخده ووديه للدكتور. يلا يا اخي استنى اجي معاك. طيب لا يا فايت، يعني معقوله هتيجي معانا وتسيب المكان؟ طب اقعد لغايه لما ارجع. ماشي يلا حبيبتي، يلا اتفضلي. ما تقلقوش هيبقى زي الفل. ها عبد الرحمن يوسف منصور. ايوه ايوه. ايه يقول عبد الرحمن يوسف منصور؟ مالش عبد الرحمن حليم يا ماما؟ هو يا ماما يلا بس. انت تستهبلي يا بنت؟ لا في ايه يا ماما؟ بقول لك هو، هبقى فاهمك بعدين. يلا بقى. فاهميني بعدين يعني ايه؟ تعالي بس. ها ايه الاخبار؟ مفيش فايده يا لؤي، بابا بعد ما كان موافق ان هو يقابلك رجع في كلامه تاني. ايه ده؟ ده عيل بقى. نعم قصدي يعني انا كنت متوقع من الاول. يا بنتي انا قلت لك الفرق بيننا كبير قوي قوي. يوه هتبطل بقى كلام الافلام اللي انت عايش فيه ده. فكك يا ابني من حركات الافلام دي. اتريقي اتريقي. على فكره بقى انا مش بتريق ولا حاجه، بدل ما تقعد تقول لي الفرق كبير وصغير وكلام فارغ من ده، خلينا نفكر في حلول. انت لو جيتي وشفتي انا عايش فين، احتمال كبير قوي ما تبصيش في وشي تاني. على فكره بقى كل يوم عمالين يجيبوا لنا افلام عن العشوائيات، مش ممكن هتكون عايش في حته اوحش من اللي احنا بنشوفها. انت ترضي تتجوزي واحد عايش في حته من اللي انت بتشوفيهم في السيما؟ هو انت يعني يا لؤي كان بكيفك انك تعيش هناك؟ طب ما انا كان ممكن اتولد والاقي روحي عايشه هناك عادي يعني. شوف يا لؤي، مفيش غير حل واحد، هو ان احنا نتجوز ونحط بابا قدام الامر الواقع. عشان بابا يطلع عارف رتبه كبيره في الداخليه ويجرجرني على الاسم ويديني الطريحه التمام. انت ايه يا ابني حكايتك؟ هو انت على طول دماغك كده؟
ليه يا ربي كده؟ ليه خلتني اعرف واحد بالدماغ دي يا رب؟ يا تسنيم يا تسنيم، انت طريقك غير طريقي خالص. طيب خلاص، ما دام انت شايف كده يبقى فكك بقى من الموضوع كله، كل واحد فينا يروح لحاله. انت فاكره ان انا معايا فلوس اتجوزك؟ انا ما معيش فلوس حتى اكل، وبعدين انت اللي بتدفعي الحساب كل مره. ما تحملش هم الفلوس، انا معايا. مش احنا عندنا مثل بيقول اللي معاه يدي للي مش معاه؟ المليان يكب على الفاضي. اسم الله عليك. اسم الله عليكي. فريدة احمد. قولي لي يا بنتي. نعم. ايه موضوع يوسف ده؟ صحيح يا ماما، وانت ما كنتيش تعرفي ان حليم اسمه الحقيقي يبقى يوسف؟ لا يا بنتي ما اعرفش. ازاي يعني يا ماما؟ ازاي يبقى شغال معاكي كل ده ما تعرفيش ان اسمه الحقيقي يوسف؟ بصي يا ستي، هو اسمه الدلع حليم او اسم الشهرة يعني زي ما بيقول، لكن اسمه الحقيقي يوسف منصور حسنين ابو سويلم. ماما. نعم. مالك يا ماما؟ لا ابدا ما تشوفش حاجة. طب هاتي عبد الرحمن. طيب سلمي عليه. هاتيه وتعالي نقعد شوية. تعالي. في ايه يا ماما؟ ايه اللي جرالك؟ خير؟ مش حاجة بحش. طب ليه ما قلتليش موضوع اسمه ده من زمان؟ انا فاكراكي عارف ده شغال معاكي من زمان قوي يا ماما. مش شغال معايا من زمان، بس ما كنتش عارفه اسمه يوسف. بعدين ده جالي صغير عنده 15 سنه، لا معاه بطاقه ولا معاه شهاده ميلاد، وغلبان وعاوز يشتغل وساب عليا. بعد سالته اسمك ايه؟ قال اسم حليم. فانا فكرت اسمه عبد الحليم وبيدلعوا بحليم، ده اللي اعرفه عنه. ما اعرفش موضوع يوسف ده. ما كنتش عارف انك ما تعرفيش. ولا يا ماما انا كنت فاكراكي عارف. حاجة غريبة فعلا. طب يلا نبي ماما، يلا خلينا نمشي من هنا عشان نحقق نجيب الدار عبد الرحمن. يلا حبيبتي. دي مصيبة واتحطت فوق دماغنا. ماما. ايوه. يلا حبيبتي عشان نلحق نجيب الدار عبد الرحمن. يلا. يلا. ماما. ماما. نعم يا حبيبتي. مالك يا حبيبتي؟ ساعة ما خرجنا من عند الدكتور وانتي سرحانة كده. لا ابدا يا حبيبتي، انا بس من خضيتي على عبد الرحمن صار جالي صداع يا حبيبتي. اجيب لك اسبرين؟ ربنا يخليكوا ليا، ما تحرمش منك ابدا يا قادر يا كريم انت واخواتك. كيداهو معلم منصور، ايه اللي موقفك السعادة وعاوز ايه؟ الشوق غلبني، ما قدرتش اروح قبل ما اشوفك، وعايز نقول لك كلمتين مهمين. طب وماله؟ اهي وداني معاك اهي، هسمع الكلمتين المهمين. يلا اتكلم وقول. وبعدها لك يا كيداهو. وبعدها لي في ايه بس يا معلم منصور؟ انا تعبت وياك على الاخر واستويت وطلبت الاكاله. بعد الشر عليك ان شاء الله الناس كلها وانت لا. طب وامتى بقى ناويه تريحين؟ اريحك بعد الشر عليك اللي برايح كل ربنا سبحانه وتعالى. يعني عاوزنا ايه؟ اجيب جزاره اقول له اذبح للمعلم منصور عشان يستريح. حلو،
طب انا هجيب لك من الاخر، حكم انا راجل دغري وماليش في اللوعه. اني بقى ما بحبش غير الاخر وماليش في اللوعه برضه. سكه العشق عندي ملهاش غير حل واحد بس. ايه هو؟ اسمع، سنه الله ورسوله. انا كمان ماليش غير في الحلال، واديك شايف الرجاله ورايا قد ايه. تعجبيني، بس انا ليا شرط واحد. والله انت تتكلم وتقول الشرط اللي عندك، واني اشوف عجبني ولد عليا قلت ماشي، ما لدش عليا نقول لك مش شكرين. انا عايزك تسيبك من كار الغوازي والموالد اللي انت فيه ده خالص، وننزل انا وانت على مصر نعيش هناك. اقل له محدش يعرفك ولا يعرف اصلك وفصلك. قلت ايه؟ هو بعد قولك يتقال قول يا معلم منصور. بس انا كمان ليا شروط زي ما انت ليك شرط كده. اموري، ده انت لو طلبت عيوني ما يتاخروش عليك. انا بقى ما اتجوزش على ضر. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني تطلق مراتك. ايوه بس انت هتبسبس. خلاص يا حبيب، لا تطلق لا تضطر. قلت ايه؟ ماشي، نطلق ام يوسف. حاجه تاني؟ اه، عاوزك كمان تبيع حتتين الطين اللي عندك دول. انت بتقولي ايه يا كيداهو؟ انت عايزه ابيع الارض؟ خلاص ما تتزرزتش قوي كده، ما عجبكش افتح حل. ماشي يا كيداهو، نبيع الارض. بس ليه يعني؟ ما انت عارف انك هتسيبني شغل، وعاوزك تفتح لي فرن قد الدنيا في مصر يكون بيبيع عيش، وابقى معلمه قد الدنيا هناك. اشمعنى فرن يعني؟ ماني ما قلتلكش، ابويا الله يرحمه فشفش الطوبه اللي تحت راسه، كان بيشتغل فران، فغويت الشغلانه دي، وكان يتفقع لي عين لو يبقى عندي فرن وابقى انا المعلمه بتاعته. الله، هو انت مش عايز مراتك تبقى صاحبه فرن يا معلم؟ ماشي، من العين دي زاد ومن العين دي ميه يا كيداهو. بحبك 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 بحبك، خمسه بحبك في وش العدو يا معلم منصور. عايز يا يوسف؟ حاضر يا يوسف، خد مرجح واعمل اللي انت عايزه. خد روح. ده يوسف ابني اللي انا هطلق امه. ماما، لا مش معقول السرحان ده يبقى في الصداع يعني. لا ابدا يا حبيبتي، انا بس كان عندي شويه مشاكل في الشغل سرحانه فيه. لا انت غريبه جدا النهارده، وبعدين يا بودي بتقولك مشاكل في الشغل. شفتي؟ حتى بودي معترض، مش عاجبه الكلام. هنمشيها شغل يا حبيبي عشان خاطر نناه، مشيها شغل. معقول؟ معقول الماضي اللي افتكرته اتدفن ونسيته مع الزمن؟ كان عايش معايا ومش حاسه. يا ترى ده ناوي على ايه؟ طب وايه اللي مسكته لغايه دلوقتي؟ ولا يمكن عمال ينتقم مني بالبطيء وانا مش حاسه؟ مجاز البلاوي اللي بتحصل دي يبقى هو اللي وراه؟ يبقى اكيد ده الخاين اللي انا عمال ادور عليه من زمان. يبقى لازم يموت، لازم يموت عشان كلنا نعيش. الو، ايوه يا ابو سليم. لا انا كويسه الحمد لله، انا بس طالبه منك خدمه ولازم تنفذها لي. ايوه ادخل. سفولة يا معلم. اهلا يا حليم، وتعال اقعد. امرنا يا باشا. ما امرش عليك عدو، اللي ما يسمى اللي اسمه هاب يا اخويا. هاريني تليفونات وعاوزنا نعمل شغلانه، بيقول لك ان الصنف مريح قوي وكمان البوليس مريح. واحنا مش كنا قفلنا الباب ده وبطلنا نشتغل في الصنف يا معلمه؟ ده حتى العيال اللي بتنططوا هنا في الجيم انا بعتهم على المعلم هابو. انا قلت له المخفي الكلام ده، قلت له خلاص بطلت المشي البطال وبقيت ماشيه في الشرف واكل لقمتي بعرق جبين، لكن ما فيش فايده فيه. عايزه نعمل شغلانه وهنسد بقه ونبطل الزن بتاعه ده. وعاوزك تطلع على لبنان تقابل الراجل ابو سليم عشان تعين البضاعه بنفسك. ايه؟ انا سافر لبنان؟ طبعا، انا عندي اغلى منك. ده انت طول عمرك الراجل بتاعي ودراعي اليمين، وانا ما عادش امن لحد، وهي مره هتروح لحالها. ايه رايك؟ ايه رايك في الكلام ده؟ بس انا خايفه عليك قوي يا يوسف. واليوم ده كان هيجي
امال احنا عاملين كل المشوار ده ليه؟ مش عشان نخلص منها؟ سمان انا مش هستلم اي بضاعه في ايدي، لا ابو سليم هو اللي هيدخل البضاعه دي مصر، ويوم ما استلم منه هكون مبلغ فيها وتاخد لها فيها اعدام. بس خلي بالك من نفسك يا حبيبي، سلامتك عندي اهم من ان انتقم منها. ما تخافيش ان شاء الله راجع لك سالم وغانم كمان، ونخلص بقى من الكابوس اللي كاتم على نفسنا ده بقاله سنين. لا بجد زعلانه منك، مش هين عليك يعني تاخد مراتك حبيبتك معاك السفريه دي؟ اخدك معايا فين؟ طب عبد الرحمن، وبعدين انا راح اشتغل مش راح اتفسح. سمنتي معاكي فيزا؟ انت عبال ما تعمليها اكون انا رحت ورجعت. ماشي يا سيدي ماشي، بس ممكن بقى تقولي هطمن عليك ازاي؟ اه صحيح، ده نسيت اعمل بتاع ده اللي بتقولوا عليه اسمه الرومينج. ايوه هو ده اللي بتقولوا عليه، بس مش مشكله هبكلمك من تليفون اللوكانده. المهم يا اخويا اطمن عليك. وانا يعني مهاجر كلها يومين وراجع ان شاء الله. ايوه يا يوسف، وصلت المطار ولا لسه؟ ها يا حبيبتي. لا ما تقلقيش يا ستي، دول يومين ثلاثه وراجع على طول. خلي بالك من نفسك يا حبيبي، ولما توصل ابقى طمني عليك. خدي بالك انت بس من روحك. لا اطمني، عمر الشقي باقي. ايه يا حبيبتي قاعده لوحدك كده ليه؟ وما نزلتيش ليه؟ رحت شغل؟ اصل حليم مسافر وسابني يا اختي. عليه عشان كده قاعده زعلانه؟ انا زعلانه علشان قلبي موجود قوي من السفريه دي، اول مره احس الاحساس ده. عشان بس اول مره يسافر ويسيبك لوحدك. يمكن. قولي لي صحيح، يوسف اخباره ايه؟ الحمد لله كويس، بس شقي قوي ومجنني. انت عارفه يا صافيه، حليم بيعشق حاجه اسمها يوسف، مش متخيله بيحبه ازاي. هو في حد ما بيحبش الاطفال؟ دول زي الملايكه. لا 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 عندك، بس يوسف عند حليم وليه وضع خاص. انت مش متخيله، ده انا كل ما بعدي من جنبه الاقيه شايله، يا اما شايله يا اما حاطه على حجره يا اما هريبوس. بس يمكن علشان اسمهم زي بعض. اسمهم زي بعض ازاي؟ الله، هو انت ما تعرفيش ان حليم اسمه الحقيقي يوسف؟ هو حليم اسمه يوسف؟ لا انا ما اعرفش، انا اعرف ان اسمه حليم زي ما بتنادوه. صحيح، هو انت برضه هتعرفي منين؟ ما هي ماما برضه ما كانتش تعرف، اتفاجئت بالموضوع ده. والله هي ماما تعرف ان اسمه يوسف؟ اسكتي، اصل انت ما تعرفيش اللي حصل لي انا وماما. في يوم كنت في الجيم لقيتهم بيكلموني هنا في البيت بيقولوا لي الحقي عبد الرحمن سخن مولع. رحت انا وماما جري على البيت واخدينه ومودينه للدكتور. وبعدين؟ وبعدين يا ستي رحت مسلماهم شهاده الميلاد بتاعته، فالممرض نادى على اسمه عبد الرحمن يوسف منصور ابو سويلم. جايه قايمه يا اختي عشان ادخل الدكتور، لقيت ماما بتقولي اقعدي يا بنت ده مش احنا. وبعدين؟ وبعدين يا ستي رحت مفهماها، قلت لها يا ماما يا حبيبتي ما هو حليم واسمه الحقيقي يوسف منصور ابو سويلم. يا نهار اسود ومنيل، دي مصيبه. ايه يا صافي؟ انت سرحتي في ايه يا حبيبتي؟ لا ابدا ما فيش حاجه، افتكرت بس حاجة مهمة لازم اعملها. انا هقوم وانت يلا قومي روحي شغل. باي باي. والله عندك حق، ده لو ماما نزلت لقيتني قاعدة قعدتي دي هتطين عيشتي. ماما شوف ورايا ايه. الطيارة طارت، أعمل إيه دلوقتي يا ربي؟ يا ترى ناوية له على إيه؟ أنا لازم أتصرف، أستر يا رب. منيحة والحمد لله، إزيك أنت يا أبو سليم؟ بقول لك إيه؟ الواد حليمه جاي لك النهاردة لبنان، عايزة الحادثة تبان طبيعية مش إن إحنا عاملينها يعني. ايوه بس ما تاخدوش على مشامه يعني على طول كده، فسحوا شويه يعني، عايزك تريحه وبعدين تخلصنا منه. انا عارفه يا اخويا انك قدها وقدود. ماشي، بس اول ما يتم العمليه تكلمني وتطمني. ماشي يا ابو سليم. طيب بالسلام. بالسلام. Thank you.
يا سافر. زي حبيب قلب عمته ده. جميلة يا ناس. الحمد لله. اتفضلي. في ايه؟ مالك يا صافية؟ في حاجة مزعلكي؟ لا لا مفيش حاجة، اتفضلي. لا لا لا، أنا بعرفك على طول، شكل وشك بيتغير لما بتكوني متضايقة. صدر روحي، أنا ما عارفة مصيبة ومش عارفة أعمل إيه. مصيبة إيه بس يا صافية؟ كفل الشر. هقولك على كل حاجة.